معانا ام يوسف من بني سويف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام يوسف، بس اتمنى على حضرتك ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمتي. ماشي يا شيخ، ماشي حضرتك، اتفضلي. معلش بس اقول لك انا حاجه، انا جوزي يعني متجوزه ومعايا 3 اولاد. طيب، فاللي هو طبعا جوزي ماشي مع حريم وبتاع والسلاجه وعايزه نستهال ومش مدينا الاهتمام خالص باي حاجه ولا مدينا حقوقنا في اي حاجه خالص، وحاولت ان انا امنح كتير الكلام ده والسهريه دي وزعلت معاه كتير، ولدرجه ان انا زعلت اهلي مني عشان، وبرضه ما فيش فايده فيه يعني. فانا حابه ان هو ما تزعلش مني برضه، ان هو يرجع لبيته وعقله واولاده والدنيا دي ماشي وكله غلط وغلط. هو دلوقتي موجود معاكم في البيت ولا هو بره البيت؟ هو لا، احنا في البيت، بس احنا في مكان مع بعضينا يعني، بس اللي هو ايه بيطلع من الصبح ما بيسالش علينا لحد ما بيزوروا، يجي الساعه 2 بالليل الساعه 3 وجد الهرين عليه ما يردش علينا، وكلمه مش مدينا الكلام اللي هو زي اي زوج وزوجه وكده. فانا تعبت في السهريه دي، انا ليا 11 سنه في السهريه ديت وهو مفيش فايده برضه، انا تعبت بجد يعني. هو سؤال ان انا طلعت زعلانه ورجعت عشان ولادي برضه وكده، واهلي زعلوا مني ورديت على زعل اهلي. طب عشان الولاد سنهم قد ايه؟ استني يا ام يوسف، سنهم قد ايه؟ استني يا ام يوسف، واحده واحده بس. انت الاولاد سنهم قد ايه؟ انا يوسف عنده 10 سنين وراحيل. طيب، عندها. فالاولاد في الاولاد يوسف على الاقل منتبه وعارف عنده يعني مدرك لحاجه من اللي بيقع ده. تمام. ايوه، فهو فاهم ده يعني، فاهم ان في مشاكل بيعملها باباه وكده. لان طبعا المشاكل بقى فيها عادات عشان المشاكل دي، وفي غضب منك وكده، فهو مدرك ده. هو فاهم كل حاجه وعارف، وفاهم وعارف بيعمل ايه وبتاع. بس انا تعبت 11 سنه مش مدينا اهتمام ولا مدينا حقوق الواحده وجوزها، ولا الواحد عارف يتكلم معاه ولا اقعد معاه ولا اي حاجه خالص، مفيش. انا تعبت بجد. طيب يا ام يوسف، انا دلوقتي في حلين. الحل الاولاني ان احنا لازم يحصل تقدير بقى للموقف ده، لان مشكلتي في الموقف ده عده امور. مشكلتي هو الاثر السلبي على الاولاد، اذا كان لازم نتاكد ان هو مدمن للحكايه دي. في ناس مدمنين ان هم بيحبوا قعده الستات، في ناس مدمنين ان هو دايما يحس ان هو الدونجوان. في حد عندنا اسمه الدونجوان، اللي هو بيحب العلاقات الدائمه دي. الى اي مدى بتكون العلاقات دي؟ لازم نعرف هو مقدار تدينه ليه. انا بقول لحضرتك اللي احنا بنعمله في جلسات الارشاد الزواجي، بنقيس ده، هو مقدار تدينه ايه. طب بيعمل الكلام دوت وهو بيتوجع وبيتضايق؟ طب هو بيعمل الكلام والمبرر ان انت بتعملي اخطاء، فلو حلينا الاخطاء دي هو يتغير. هو مين في دول ده مش هنعرفه غير في جلسه خاصه لازم يكون في جلسات الارشاد الزواجي. الامر الثاني والمهم، انت لازم بشكل واضح ان انت ترتبي في جزء في حياتك ان انت تغيري برنامج حياتك. يعني مثلا على سبيل المثال، لو كنت انت ما بتشتغليش لازم تشتغل. لو ان ليه؟ طيب، لان احتماليات ان الجواز ما بيكملش احتماليات كبيره، وخاصه ان انت في حاجات بقى بنبقى خايفين منها، بنخاف جدا 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 من الفتنه على الاسره، على الاولاد وعلى حضرتك وعلى مكونات الاسره في الاحوال اللي زي دي. وخاصه بقلق قوي لما اسمع من زوجه ان هي بتقول ان انا تعبت يعني استهلكت. فتعبت دوت هنعمل ايه؟ هي اكيد 11 سنه، هي شايفه ان هي 11 سنه وهي بتتحمل. طيب انا ايه اللي اقدر اقوله لك؟ اقدر اقول لك ان انت بنت اصول ولازم تكملي محتفظه بقيمك واخلاقك. فتعملي ايه؟ انت واضح ان انت بتقولي ان انت عملت وقفات كتيره. لا، احنا عايزين وقفه بجد بقى المره دي. هنوقف ونقول له تعالى نعالج المساله دي. انت عايز اولادك يتربوا في اسره ولا لا؟ فنعمل وقفه من حد كبير. هو بيرجع لكلامه، وخاصه ان احنا في بني سويف، فنشوف حد كبير وهو بيرجع لكلامه، ونقعد ونعمل الوقفه دي. والوقفه دي تكون وقفه ليها اطار زمني واطار في التغيير، عشان الكلام ده يكون صحيح، ويكون الاطار ده فيه متابعه منك، هيحصل التغيير ده ولا لا. يبقى احنا حاجتين اهو،
الحاجه الاولانيه قلنا احنا محتاجين نستشار الخبراء، ولو تشرفونا في مركز الارشاد الزواجي اهلا وسهلا. الحاجه الثانيه احنا محتاجين وقفه بجد، وقفه ليها اطار، وقد يكون الحلين بيساعدوا بعض في التخلص من هذه المساله. وانا عارف ان المساله دي ما هي سهله، ان زوجة طول الوقت شايفة ان زوجة بينتقل من كذا الى كذا ومن كذا الى كذا، فاحنا لازم يكون في عندنا شيء من الحسم. ما احنا منطلبش حد ابدا، انا اصلا بقول للناس انا شغلتي ان انا امنع الناس من الطلاق، بس ليس معنى ذلك ان احنا نبقي الناس تحت طائلة الاستهلاك وتحت راحة تفتيت القلوب والعظام. لازم الحاجات تكون فيها اتزان، وتكون الحاجات مدروسة بشكل صحيح.